لانيفريز الأورط أبدومينال أو لا تمدد الشرايين الأساسي شرايين الأبهار هو مرض اللي تيقيس المرضى اللي عندهم لي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير. وهذا المرض تيدي انتفاخ ديال شرايين الأبهار ومن كيوصل لواحد لو ديامتر كيكون عندنا خطورة ديال التمزق وديال نزيف داخلي ليموراجي سويت ان روبسور. هنا تنشوفوا الأورط أبدومينال اللي هو شرايين الأبهار وهذا الانيفريزم تمدد الانتفاخ ديال الشرايين. وهاد المنطقه هذه هي منطقه ديال التمزق ديال لاغوبتور. هنا كاينه ليموراجي. سيتي لو كا ديال واحد المريضه اللي كان عندها تمدد شرايين الابهار 60 مليمتر واللي كانت جات في حاله مستعجله ديال تمزق ديال الشرايين ونزيف داخلي. وهذا الشيء كان كيشكل خطوره كبيره على الحياه ديالها. هاد النوع ديال المرض كنا كنعالجوه بجراحة كلاسيكية اللي تيكون فيها واحد الخطورة كبيرة وفيها بزاف ديال المضاعفات. اكتوالمون ولا عندنا الامكانية ديال العلاج بالقسطرة اللي كنحبسو ليموراجي وكنحبسو لا سيركولاسيون في لانيفريزم على يد لوندوبروتيز. لوندوبروتيز هو ان ديسبوزيتيف اللي تنحطوه في وسط من شرايين الابهار اللي كيخلي ان الدم يوصل لعريقات ديال الرجلين بلا ما يبقى يدوز لانيفريزم اللي هو لابوش اللي هو تمدد ديال الشرايين. هنايا سي لو ديبلوامون ديال البروتيز يعني داك العرق الاصطناعي اللي غادي يحبس ليموراجي تنحطوه على انتيريور دو لانيفريزم. ومن بعد تنكملو لكل ارتير ايلياك اللي كل شرايين ديال الرجل اليمنيه والرجل اليسريه سكون ابل دي جونباج اللي هما امتداد ديال داك العرق الاصطناعي باش يوصلوا الدم للرجيله زوج. قمنا بعمليه في حاله مستعجله. المريضه كانت جات في الليل وكان عندنا لا ديسپونيبيليتي ديال الماتيريال نيسيسير وتمكنا اننا نحبسوا ليموراجي افيك ليكسكلوزيون دانيفريزم اي دونك العلاج الكامل للتمدد. العمليه دازت بدون مشاكل والمريضة تحسنت الحالة ديالها مباشرة وقدرت أنها تخرج من العناية المركزة وتخرج للدار ديالها من بعد 48 ساعة. هذا هو الريزولتا فينال اللي تيبين لنا أن الدم من تيدخل في البروتيز مابقاش كيمشي للانيفريزم إذن مابقاش عندنا نزيف.